بعد الرضاعة انه بتات الاطفال انه بيكونوا اذكياء وبتحميهم من مناعة بتكون عندهم اكبر من الاطفال التانيين بيرضعوا اصطناعي. هلا للبيبي خاصة اول ايام، هلا حليب اللبن احنا بنسميه اول ايام، بيكون في كتير مواد مناعية او الخلايا المناعية او بتقوي جهاز مناعة عند البيبي، وهو يعني الغذاء الوحيد بيكون له. بالنسبة للماما بيساعد رجوع اليوترس لمكانه الطبيعي، وبساعد انها هي يعني مرات تلوز ويت. بحس انه بعد 6 اشهر او 7 اشهر بيكون سن مناسب انه يبلش ياخذ غذاء. ممكن ياكل بعد اللي هي 6 اشهر، ممكن طعميه اللي هي سوائل صغيره مثلا زي شربة مي صغيره في الرضعه. مثلا الام ممكن تفضل ماء اليانسون منيح للاطفال في هذا العمر. برنامج تغذية الرضع وصغار الأطفال هو برنامج أطلقته جمعية إنقاذ الطفل والتي ترأسها سمو الأميرة بسمة. البرنامج أطلق في ديسمبر من عام 2012، والهدف الأساسي منه رفع نسبة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وبالتالي خفض نسبة الوفيات بين الأطفال الأقل من 5 سنوات. البرنامج بينفذ كتير من الأنشطة لهدفها الرئيسي تقليل المخاطر السلبية على صحة الأم والطفل من خلال تثقيف الأمهات بممارسات التغذية المثلى اللي بتوصف فيها منظمة الصحة العالمية وبتطبقها جمعية إنقاذ الطفل من خلال مبادرة الصحة والتغذية. إحنا بجمعية إنقاذ الطفل بنهدف لتغيير بعض المعتقدات الخاطئة عند الأمهات اللي بتتعلق بالرضاعة الطبيعية، مثل إن الأم لا يمكنها إشباع طفلها، أو إن الأم ما بتقدر ترضع توأم، أو إن الطفل بعد الولادة لازم يأخذ بعض السوائل أو المي أو السكر، وهي كلها معتقدات خاطئة. بالسنوات الأخيرة كان في تراجع واضح بنسب الرضاعة الطبيعية في الأردن، لهيك البرنامج بيشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية وخصوصاً في الساعة الأولى بعد الولادة، لأنه عالمياً 22% من حالات الوفيات بين الأطفال الجدد يمكن تجنبها في حال الإرضاع من الساعة الأولى. كما أنه لحليب اللبا فوائد كتيرة للطفل، منها تأثير الملين على الأمعاء وبالتالي بيساعد على خروج الفضلات مما يحمي الطفل من الإصابة بالإصفرار. كمان هو غني بالأجسام المضادة اللي بتحمي الطفل من البكتيريا والالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي. أما بالنسبة للأم في فوائد كتير، وأهمها تقليل نسبة الإصابة بسرطان المبيض والثدي، والرضاعة منذ الساعة الأولى بتساعد الرحم لرجوعه لوضع الطبيعي وبتقلل من نسبة الإصابة بالنزيف بعد الولادة، وبالتالي بتحمي الأم من خطر الإصابة بفقر الدم. بالنهاية الرضاعة الطبيعية صحة إلك ولطفلك.